مشاهدينا اهلا وسهلا بكم من جديد، واعود الى ضيفي زيد الشليف. زيد، تحدثت قبل قليل بان يعني الان وصلت المقاومه الى مكان امامهم، الان يوجد سكان، يوجد طرق لانتقال المعدات العسكريه. هل هناك يعني في هذه القبائل وفي هذه يعني عند هؤلاء الاهالي يعني سيرحب هؤلاء الاهالي بالجيش الوطني، وهذه المناطق لا تشكل حاضنه للحوثيين، يعني الفكر الحوثي لا يوجد هناك؟ ابناء هذه المناطق لا يرحبوا بالمقاومه فقط، بل هم من يقاوم، وهم من سيصل الى مناطقهم ويحررها. ابناء هذه المناطق مشاركين في التحرير، مشاركين مع الجيش الوطني ومع المقاومه الشعبيه منذ ان انطلقوا من مأرب، وهم معهم لانهم لا يؤمنون بتحرير المناطق التي تتعلق بقبيلتهم او بهم فقط، وانما بتحرير الجمهوريه اليمنيه باكملها من اقصى الى ادناها من هؤلاء الانقلابيين. ابنائهم كانوا في مقدمه الصفوف في التصدي لهؤلاء الانقلابيين والتقدم نحو التحرير وتحرير عاصمه صنعاء، وهم مشاركين، وكل ابناء المناطق مرحبين. ومن يقاتل مع الحوثيين هم قله قليله، وبقيه من يقاتل مع الحوثيين ياتون من مناطق اخرى، لكن باذن الله لن يستطيعوا من الان ان يقفوا على اقدامهم في نهم اذا تواصل تقدم المقاومه باذن الله. نعم، اذا اعود الى ضيفي عبد المجيد. عبد المجيد، تحدث ضيفي بان ابناء القبائل هم من يقاتلوا، هل كل محيط العاصمه صنعاء هكذا؟ يعني القبائل ترفض جماعه الحوثيين، لا يوجد حاضنه للحوثيين في محيط العاصمة صنعاء، وأنهم كسكان العاصمة صنعاء، نعرف بأن العاصمة صنعاء كنا نخرج في أيام 2011 و2012 في مسيرات يعني تمتلئ الشوارع بالمسيرات المؤيدة للثورة الرافضة لعلي عبد الله صالح الذي حكمنا 33 عاما دون أن يقدم لنا شيء. أخي الحبيب، ضيفكم الكريم تطرق إلى نقطة هامة، أنه أبناء هذه المناطق، أبناء مناطقنا، هم الذين يقاتلون وهم في الصفوف الأمامية، وهم الذين يلوذون بالدفاع بل وتحرير أراضيهم من يد هذه الميليشيات الغاصبة التي احتلت هذه القرى. فحال مديريتنا وحال أبنائنا كما هو حال أبناء أرحب، كما هو حال أبناء الحيمة الداخلية، كما هو حال أبناء خولان، كما هو حال أبناء بقية المديريات التي تحيط العاصمة صنعاء، كما هو حال التركيبة القبلية التي تحيط العاصمة صنعاء. تطرق ضيفكم الكريم إلى نقطة هامة، أنه جزء بسيط ويسير يقاتل أصحاب يعني جزء كبير من أبناء هذه المناطق، يقاتل إلى جوار جزء بسيط من أبناء هذه القبائل يقاتل إلى جوار الحوثي، تم إغرائه ماديا، تم شراء ولاءات عن طريق أركان نظام علي عبد الله صالح من أبناء هذه المناطق، هم الذين يقاتلون إلى جوار الحوثي. يعني فالتركيبة القبلية التي تحيط العاصمة صنعاء لا ترحب بالحوثي، لا ترحب به لا فكرة ولا أصلا، وقدمت كثير من التضحيات من أبنائها وفي سبيل إخراج هذه المديريات من حالة الاحتلال التي أو حالة القمع التي تجري في حقهم من هذه الميليشيات. نعم، إذا أعود إلى زيد. زيد الشليف، يعني السكان العاصمة صنعاء يعني تجرعوا الحياة مع الحوثيين في العامين الماضيين، الحوثيين يتحولون إلى أناس أثرياء في السوق السوداء، يبيعون النفط والديزل وكذلك المواد الغذائية ويربحون، بينما المواطن يعاني، الآلاف لم يستلمون رواتبهم، الآلاف توقفت وظائفهم، ما يزيد عن مليون نازح ربما في العاصمة صنعاء، أغلقت كل الصحف، سافر كل السياسيين والناشطين من العاصمة صنعاء. يعني هناك ربما في العاصمة صنعاء من هم أكثر شوقا لتحرير العاصمة صنعاء حتى من أبناء محافظة مأرب وأبناء المناطق المحررة. نعم، أصبح الناس جميعا في كل المناطق تجرعوا هذا السم العفاشي الحوثي بالانقلاب. نعم، وكلهم لم تبقى هنالك منطقه في اليمن الا وتجرعت هذا العناء، واصابهم وابل من الحوثيين وعفاش. لذلك الناس يستبشرون بل ويشاركون في المقاومه من كل مناطق اليمن، يوجد مقاومون حتى من بني حشيش التي يعتبرها الكثير هي وكر من اوكار الحوافيش، فيها الكثير من يقاومون ويقاتلون الان مع اخوانهم في نه ويشتاقون للوصول الى بني حشيش. جميع أبناء اليمن عانوا من هذه الميليشيات،
وجميع ابناء اليمن تضرروا من السوق السوداء ومن قطع الديزل والبترول والبنزين، بل ان ابناء المناطق الريفيه تضرروا اكثر من ابناء صنعاء لان زراعتهم تتوقف على انقطاع الديزل، وكل تحركاتهم في هذه المناطق اذا انقطع الديزل انقطعت الحياه عن مناطقهم. لذلك فهم يتقدمون الصفوف لتحرير هذه البلاد من هؤلاء الانقلابيين، وباذن الله قريب سيتحقق النصر وتنفرج الازمه على ابناء اليمن جميعا، وننعم جميعا بالامن والسلام باذن الله. نعم. عبد المجيد، ما هي الخطوه القادمه؟ هناك تقدم السيطره على مناطق عسكريه مهمه واستراتيجيه، هناك يعني قد نصفه بفرحه لدى الشباب في سواء اليمنيين في المهجر او اليمنيين في الداخل، ألاحظها على تويتر وفيسبوك. ما الخطوه القادمه التي سيقدم عليها الجيش الوطني في محيط العاصمه صنعاء؟ هل انضمام قبائل جديده؟ هل خطوه عسكريه ايضا الى الامام؟ هل محاصره العاصمه صنعاء ام ماذا؟ اخي الحبيب، حاله الترحيب التي شهدتها المقاومه في مديريه نه من قبل هذه المناطق ستشهدها المقاومه في بقيه اجزاء المناطق اليمنيه بشكل عام. حاله الفرح الحاضره في وسط المناطق اليمنيه التي لا زال الحوثي مخيم عليهم باذن الله ستشهدها جميع المناطق اليمنيه. ما احببت ان اذكر ان يعني كما نقطه سابقه تحدثنا عنها انه لا لن 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 لا نستسلم او لا ندعي للضغوطات الدوليه. الان الحوثي بعد تجرع وبعد حال وبعد التقدم العسكري التي شهدتها المقاومه خلال اليومين القادمين سيحاول ان يستخدم الورقه الامميه، سيحاول ان والمجتمع الدولي سيعمل بكل الوسائل والاساليب على ان يضغط على الشرعيه وعلى ان يضغط على الشرعيه ان تسلم او تؤمن بالخيار السياسي. نعم. هل تعتقد بأن الخطوات التي قام بها الجيش الوطني اليوم يدل على أن الحكومة والشرعية وكذلك التحالف اتخذوا القرار العسكري بعد أن تركوا للخيار العسكري للخيار السياسي؟ نعم. أتمنى ألا يرجعوا للخيار السياسي لأنهم ظلوا فترة طويلة مقارب يعني 6 إلى 7 أشهر وهم موجودين في الكويت وتحت رعاية الأمم المتحدة، إلا أنهم يعني بالنسبة لتاريخ الحوثيين تاريخ الميليشيات العفاشية لا تحترم لا بنود ولا مواثيق لا أممية ولا دولية ولا داخلية ولا إقليمية. فالخيار الوحيد هو الحسم العسكري لأن هذه الجماعة لا تعرف إلا هذه اللغة. فنتمنى الاستمرار باجتثاث هذه الجماعة الجذرية. نعم زيد، يعني ما المطلوب من أبناء القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء؟ ما الدور المطلوب منها لإعادة الاستقرار إلى اليمن، لمساعدة اليمنيين الذين تحولوا إلى يعني مأساة حقيقية الآن تعيشها اليمن، نازحين ومواد غذائية لا يوجد وأسعار مرتفعة وكهرباء غير موجود؟ يعني ما المطلوب من القبائل من أجل مساعدة اليمنيين والجيش الوطني لاستعادة الدولة؟ على القبائل التي لم تشارك إلى الآن مع المقاومة أن يتخذوا موقف تاريخي وأن يطردوا الحوثيين من مناطقهم كي يتجنبوا الدمار، لأن الحرب هي دمار للمنطقة التي تكون فيها الحرب. فعلى أبناء القبائل قبل أن تصل المقاومة أن يطردوا الحوثيون من مناطقهم وأن يقولوا لهم أنتم غير مرحب بكم في هذه المناطق، عليكم الخروج لأننا لا نريد أن تكون مناطقنا مناطق حرب، لأن المتضرر سيتضرر الجميع من أبناء القبائل جميعا حول صنعاء إذا قبلوا بالحوثيين، حتى لو قبل جزء بسيط من أبناء هذه المنطقة بالحوثيين سيتضرر الجميع. فعلى هؤلاء الجزء البسيط أن يتخذوا موقف، حتى لو لم يكن من أجل الوطن أن يتخذوا موقف من أجل سلامة أنفسهم، لأن المقاومة لن تقف حتى لو وقفوهم مع الحوثيون، ستصل المقاومة وستكون الحرب ومن ثم ستتقدم المقاومة وتسيطر وستصل إلى صنعاء. لن يستطيعوا أن يقفوا أمام المقاومة، لكن عليهم أن يتخذوا هذا الموقف وأن يسلموا وأن يجنبوا بلادهم الدمار والحرب وأن يطردوا الحوثي من بلادهم، ولن تدخل الشرعية بحرب إذا عرفت أن هذه المناطق لن يكون فيها الحوثي. فأكيد أن المقاومة والجيش الشرعي لن يدخلوا إلى هذه المناطق. على أبناء القبائل أن يتخذوا هذا الموقف التاريخي وأن يطردوا الحوثيون من مناطقهم، ولو اتخذت كل قبيلة هذا الموقف فلن تكون هنالك حرب في هذا القبل وسيتجنبون الحرب والدمار بإذن الله. نعم، في هذا الخصوص بهذه النقطة أيضا هناك أكيد يعني قيادات عسكرية تدير المعركة في محيط العاصمة صنعاء، ما المطلوب من القيادات العسكرية بخصوص القبائل؟
المطلوب من القيادة العسكرية هو التواصل والتنسيق مع أبناء هذه القبائل بشكل أكبر من ذي قبل، وكذلك الحرص، كل الحرص على أرواح الأبرياء والمدنيين، والحرص كل الحرص على أن لا تكون هنالك أخطاء ولا تكون هنالك كوارث بسبب أخطاء جانبية يسقط فيها المدنيين. عليهم كذلك أن يوجدوا حل للنازحين، لأن الآن أبناء كل المناطق هذه التي وصلها الحرب، الآن عندما وصلت الحرب إلى منطقة المنارة نزح أبناء القرى كلها التي تطل عليها التي يطل عليها جبل المنارة، كل أبناء هذه القرى إذا لم تجد من يأويها فلن يكون لها موقف مع المقاومة. على قيادة المقاومة وقيادة الحكومة أن توجد حل لهذه الأسر التي نزحت من هذه المناطق، وأن يبيعوهم ويسكنوهم، فهم سيكونون كذلك رافد قوي لهذه المقاومة في التقدم في هذه المناطق إذا ما تم التواصل معهم واستقبالهم والتنسيق الجيد معهم. نعم، لا شك بأن هناك مواقع عسكرية لا زالت تقف بين أمانة العاصمة وبين الجيش الوطني. ما هي المواقع العسكرية التي يعني في حال استهدافها من قبل قوات التحالف قد تسهل مهمة الجيش الوطني؟ في مناطق نهم الطيران لا يحقق بشكل كبير لأنها منطقة جبلية، والمناطق الجبلية للطيران لا يؤثر فيها بشكل كبير. نعم. كل التأثير سيكون للمشاه، للتقدم بالمدرعات والدبابات والأسلحة. الطيران قد يحقق في مناطق عسكريه بعيده عن المناطق التي الان الحرب فيها، لان المناطق جبليه نعم. ماذا عن تستطيع الميليشيات ان تختفي في الجروف ولا يستطيع الطيران ان يصل اليها. نعم، لذلك ذا 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 صيت معسكر الحرس الصمع بيت دهره بلاد الروس، يعني ما هذه المناطق تقع بعد نقيل بن غيلان. معسكر الصمع يقع على اليمين وهو مطل على أرحب وعلى مطار صنعاء وعلى صنعاء بشكل كامل وعلى همدان وعلى جزء من عمران وعلى اتجاه بني حشيش وبني الحارث. هذا معسكر هام جدا. معسكر بيت دهرة كذلك مخزون استراتيجي للحرس الجمهوري، وهو من أكبر المعسكرات للحرس الجمهوري على الإطلاق في الجمهورية اليمنية. نعم. وكان يحظى باهتمام كبير من عفاش في عهده. فهذه المعسكرات ستقف عائق، لكن هي إلى الآن شبه مدمرة، ولا أعتقد أنها ستواجه بشكل كبير إذا ما وصلت المقاومة إلى هذه المناطق. إلى الآن لا، المقاومة ستصل أولا مركز المديرية، من مركز المديرية هناك مناطق قليلة حتى تصل إلى نقيل بن غيلان، كما قلت لك سابقا لا تزيد على 6 كيلومتر. إذا وصلت المقاومة إلى نقيل بن غيلان لن يقف معسكر بيت دهرة، لأنه معسكر بيت دهرة يقع تحت نقيل بن غيلان، والسيطرة على نقيل بن غيلان يعني أن المعسكر مكشوف أمام النقيل ولا يستطيع أحد التمركز فيه. ومن بعد نقيل بن غيلان هي منطقة سطحية ومسطحة حتى وسط أمانة العاصمة، وتستطيع من نقيل بن غيلان أن تشاهد أمانة العاصمة بأكملها وأن تقصف ما شئت. نعم، أعود إليك عبد المجيد. عبد المجيد، يعني في أقل من دقيقة، يعني كيف هي نفسية المقاومين هناك، المقاومة الشعبية، أفراد الجيش الوطني، بحكم اطلاعك أو تواصلك مع الأفراد هناك؟ من خلال اتصالي وما قبل دخولي البرنامج تواصلت مع إحدى القيادات الموجودة ومع أبرزهم في منطقتنا. قال لي بالحرف الواحد: لسان حالنا لن نقف إلا في صنعاء، ولن نعود إلى بيوتنا إلا بعد استرداد مؤسسات الدولة وإعادتها إلى حضن الدولة. نعم، إذن أشكر ضيفي هنا في الاستوديو عبد المجيد عكروت وهو ناشط شبابي، وأشكر أيضا الأستاذ زيد الشليف وهو محلل سياسي، وأشكر أيضا سيادة العميد اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، والشكر لكم مني أنا سفيان جبران أينما كنتم. نلتقي في حلقة جديدة من حديث جديد، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.